الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، تعليق إن شاء الله مختصر على محاضرة أقيمت في افتتاح مسجد لأنصار السنة بمنطقة أبو زبد في جنوب كردفان. المسجد لأنصار السنة المحمدية والمسجد باسم مسجد التوحيد، هذا اسم المسجد. المحاضرة ضمت كل من محمد الأمين إسماعيل اللي هو نائب رئيس الجماعة، عبد المنعم صالح الأمين العام للجماعة، مطر أحمد إبراهيم أمين الجماعة بالولاية. وما أود التعليق عليه كلمة ألقاها أو جزء من كلمة مطر اللي هو أمين الجماعة بالولاية، وكأن الجماعة حكومة من الحكومات، أمين عام وأمين ولائي ورؤساء محليات ورئيس عام ونائب الرئيس العام، كأنها حكومة من الحكومات، وهذا في حد ذاته من الباطل ومن المنكر، وليس من التعاون في الدعوة وليس من دعوة الله تبارك وتعالى في شيء، كما أفتى العلماء ونهوا جميعا عن أن يجعل الإنسان أو تجعل الجماعة لها جماعة ومجموعة تنضم تحت ولاية الحاكم المعروف حاكم المسلمين، هذا من المنهي عنه. وما أباح العلماء إلا ما كان في التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث إنه ما يكون فيه تحزب ولا يكون فيه إمارة يسمع لها ويطاع كما إمارة الحاكم العام للمسلمين. عموما، محل الانتقاد كلمة ألقاها مطر كان من ضمنها، وكان من الحضور المدعوين هناك صوفية بمختلف الطرق وأخوان مسلمين وغيرهم. طيب، يقول نحن كلنا سنيين، أنصار السنة سنيين، الأخوان المسلمين الأخوان سنيين، الصوفية كلهم سنيين. قال صح، بيناتنا خلافات بسيطة، نقعد في الوطن حلة، ما بنقبل في الصوفية ولا بنقبل في الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين والصوفية ما بيقبلوا في أنصار السنة، يعني أي واحد منهم بدافع عن الثاني والثاني بدافع عنه، وما بيناتهم إلا خلافات بسيطة، وكلهم سنيين. ونحن كلنا سنيين، صار السنة سنيين، الأخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلهم سنيين. في صوفي بيقرأ أبو بكر والعمر والعثمان أبدا. صح، بيناتنا خلافات بسيطة، نقعد في وطن حلة، لكن احنا واحد، ما بنقبل في الصوفية ولا بنقبل في الأخوان المسلمين، وأخوان المسلمين والصوفية ما بنقبل في أنصار السنة، كل بيد واحدة من شنو؟ الشيعة، عشان كده لابد من الناس يقدموا رسالته وينصروا دينه، ورب عز وجل بيرفع مكانته. جزا الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ مطر أحمد إبراهيم أمين الجماعة بالولاية على هذه الكلمات الطيبات وعلى هذه الوصايا الكريمة. الجمع الكريم في معيتنا مشايخ فضلاء وضيوف أجلاء، فضيلة شيخنا الأستاذ عبد المنعم صالح عبد الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، قدم بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، علم على الدعوة السلفية ونحسبه ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى. إن شاء الله سبحانه وتعالى نستمع إلى فضيلة الشيخ الأستاذ عبد المنعم صالح عبده، فليتفضل مجزيا مشكورا. هذا الكلام من أعظم الباطل، وجمع هذا الكلام بين جريمتين نهى الله تبارك وتعالى عنهما في كتابه. الأولى لبس الحق بالباطل، والثانية كتمان الحق. قال تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل
وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى نهى عن لبس الحق بالباطل، لأن هذا الكلام فيه تلبيس عظيم. من يسمع الكلام في ظاهره يظن أن الرجل يقصد بكونه أنصار السنة سنيين والأخوان المسلمين سنيين والصوفية سنيين، قد يظن ظان إن الرجل يقصد بذلك أنهم خلاف للشيعة باعتبار المسمى إنه في شيعة وفي سنة، إنه ده السنيين أي في مقابل للشيعة. ولكن لما تمعن النظر في مقولة شيخ أنصار السنة يقول صاح بيناتنا خلافات بسيطة، هذا مما يدل على إنه هو ما يقصد بسنيين ما يقصد بها في مقابل الشيعة، إنما يقصد بها هم في دائرة أهل السنة والجماعة، لأن الخلافات البسيطة لا تكون إلا بين أهل السنة والجماعة. قد يختلف العلماء من أهل السنة والجماعة ونسمي خلافاتهم خلافات بسيطة، كالخلاف بين الأئمة الأربعة في المسائل الاجتهادية الفقهية ونحوها، كالخلاف بين علماء المسلمين في العهد الأول، الخلاف بين علماء المسلمين حتى في عصرنا هذا في مسائل اجتهادية، هذا يرى رأي وذاك يرى رأي آخر، نقول هنا الخلافات بسيطة نقعد ونحلها. لكن لما تقول الخلافات بين الصوفية وبين أنصار السنة أو بين الصوفية والإخوان المسلمين أو بين هذه المجموعات والسلفيين تقول خلافات بسيطة، ده من لبس الحق بالباطل. خذ مثال الصوفية من عقائدهم الولي ينفع ويضر، يحيي الموتى، يبرئ ذوي العاهات، يطلع إلى السماء، يتكلم مع أهل القبور، يخرج من قبره لقضاء حوائج الناس، إلى آخر ذلك من العقائد الباطلة المنتشرة في كتب الصوفية ومقالاتهم وأشعارهم ومحاضراتهم، بل يحاربون أهل السنة في ذلك. وليس هذا الكلام من المستمع بغريب ولا ببعيد، الناس يعرفوا الخلاف بين الصوفية وبين أهل السنة. لما يقول إنسان إن الخلاف بيننا وبين الصوفية بسيط، هذا يدل على لبس الحق بالباطل، بل هو من الكذب على الشريعة الإسلامية. لأنه لو كان يعتبر أن الخلاف خلاف الصوفية مع أهل السنة، لو كان يعني إنه الخلاف ده بسيط، كون الرجل يعتقد إنه غير الله ينفع ويضر ويدعو الأموات من دون الله عز وجل، لو بيعتبر دي مسألة بسيطة يبقى هذا الرجل إما جاهل بالشريعة الإسلامية ولا يعلم شيء عن شريعة الله تبارك وتعالى، أو أنه كذاب ملبس يريد أن يفسد على الناس دينهم، ما في حل غير كده أبدا. وهذا من أعظم الكذب بل من أعظم الخيانة، لأن الله تبارك وتعالى أمر الدعاة وأمر المرسلين ببيان الحق. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وسبحان الله، الحقيقة كما قال الله عز وجل: واشتروا به ثمنا قليلا، لأن مثل هذا الكلام لا يقال إلا من أجل مصلحة دنيوية، من أجل التقارب مع الصوفية، التقارب مع الإخوان المسلمين من أجل حظوة من الدنيا لا غير. لأنه لا يمكن لعاقل ولا يمكن لمنصف ولا يمكن لإنسان درس الكتاب والسنة وتعلم، بل درس القرآن فقط وعرف منهج الصوفية، لا يمكن أن يقول إن الخلاف بين الصوفية وبين أهل السنة في مسائل بسيطة. كيف تكون بسيطة؟ كيف تكون بسيطة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أضل
ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كيف يكون بسيط؟ كيف يكون الكلام ده بسيط؟ وهذا من أخطر الأشياء، بل ما في قضية أولاها القرآن اهتماما وعناية وكثرة في الكلام، بل يدور القرآن من أوله إلى آخره حول مسألة واحدة هي تقرير التوحيد. يقرر القرآن، بل قال العلماء كابن القيم وغيره قالوا القرآن كله توحيد، فما يمكن لإنسان يخالف هذا التوحيد. وبعد نجي نقول الخلاف بيننا وبينه بسيط إلا إذا كنت أنت مثله. وهذا يدل على أمور، أولا يدل على خراب منهج أنصار السنة الموجودين اليوم، هذا الذي أعنيه، لأن بعض الناس قد يأتي بفتاوى، مثلا الشيخ ابن باز يقول لك أثنى على أنصار السنة، الشيخ من من علمائنا أثنى على أنصار السنة. كان هذا في القديم لما كانوا على خير، ولكن كما قال الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم، لما هبت عليهم ريح السياسة والجري وراء الأموال ضاع منهم المنهج، لأن المنهج السلفي لا يقبل المساومات. انت تبيع المنهج عشان تقول انه الصوفية اخواننا، الاخوان المسلمين اخواننا، طيب وين دعوتك انت؟ وبالتالي هذا الكلام من ابطل الباطل ومن اعظم المنكرات، وده يدل يا اخواننا دلالة واضحة لكل انسان، وانا اخاطب جماهير انصار السنة من المخدوعين اللي تمسكوا بفتاوى قديمة او بامور قديمة لانصار السنة ودعوة كان الزمان، انا اقول لهم دي انصار السنة اليوم، والمحاضرة دي ما تم لا أسبوع حتى الآن، ده الوجه الحقيقي لأنصار السنة اليوم، إنه هم مع الصوفية، والخلاف بينه وبين الصوفية بسيط خلاص. الكلام الزمان ذاك ودعوة للتوحيد وإنكار للشركيات بتاعت الصوفية، الكلام ده انتهى. الآن أنصار السنة في مرحلة الالتقاء، في مرحلة الامتزاج أو الاندماج مع الصوفية، عشان يبقوا كلهم فيما يسمون اليوم بوحدة الصف. الناس في الإعلام بتنكر، المشايخ والدعاة في السودان وبر السودان بينكروا على أنصار السنة المركز العام كونهم مشوا للكباشي وقعدوا معاه وأكلوا معاه وشاهدوا البدع والضلالات أمامهم وما أنكروها. ده عملوا أنصار السنة المركز العام. البعض بيقول لك يا أخي ديل المركز العام ده المعروفين أصلا بانحرافاتهم، لكن الإصلاح ما زيهم. اليوم تبين لنا إنه الإصلاح والمركز العام لا فرق بينهم أبدا، ده يتبين لغيرنا مش لنا، نحن عارفين الموضوع ده من بدري، لكن يتبين للمشاهد ولأنصار السنة البسيطة اللي ما فاهم الحاصل، يتبين له إنه النازل كلهم في موقفهم من التصوف سواء. وإذا كان ده سؤال بسيط أنا أختم به كلامي لجماهير أنصار السنة البسطة الما فاهمين الحاصل، سؤال بسيط، إذا أنت أقمت جماعة وقلت أنا أقمت الجماعة دي من الأول للتميز من أهل البدع، لأن البلد فيها أهل بدع صوفية إخوان مسلمين غيرهم، أنت قلت أنا داير أتميز من أهل البدع أقمت جماعة، طيب لما تجي تاني راجع وشيوخك وديل الشيوخ الكبار بتاعين الجماعة، محمد الأمين إسماعيل النائب الرئيس العام أمين الجماعة ديل قيادات، لما يجوا راجعين تاني ها ويرجعوك لنفس اللي انت مركت منه، يرجعوك للصوفية وللأخوان المسلمين، انت اسأل نفسك سؤال، ليه انت عملت جماعة أنصار السنة؟ لو بترى ان الخلاف بينك وبين الصوفية بسيط، لو بترى ان الصوفية أخوانك، لو بترى انه انت تتعاون مع الصوفية ومع الأخوان المسلمين ومع التكفيريين، انت ليه عملت جماعة براك لوحدك؟ ارجع لهم، ارجع. وهلنا بقول العرجلة مراحة، في النهاية بتلف وبتجي راجع لناسك، لأنه انت ما خالفتهم في دين، وهذا الذي ظهر الآن. أنصار السنة ما خالفت الصوفية ولا خالفت غيرهم في دين، إنما خلاف من أجل مناصب سياسية، السياسة بتوديك يمين بترجعك شمال، بتخلي عدو اليوم صديق الأمس، عدو اليوم وعدو اليوم هو عدو صديق الغد وهكذا. لكن السلفية براء مما تفعل أنصار السنة، ودعاة السلفية براء من اللي بيعملوه أنصار السنة،
كده إن شاء الله يتبين لك جزء من الحقيقة، وسيأتي وللكلام بقية. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.